ينضم إلينا رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا بك معنا رائد. الحديث عن البلازما كعلاج الآن لمرضى كوفيد 19، برأيك كيف يمكن أن يعني تتلقاها الأسواق العالمية وخصوصا الأسواق الأمريكية اللي شفنا يمكن مكاسب للإس أن بي 500 متتالية فوق مستويات 3400؟ هل هذا الخبر يمكن أن يحفز المستثمر الآن للتمركز داخل الأسواق؟ يعني الإيجابية التي يكتنفها هذا الخبر تعزز من الرغبة بالمخاطرة في بيئة يفتقر فيها المستثمرون إجمالا إلى أي ملاذات آمنة، حتى وصل بهم المطاف إلى توجه نحو حتى الأصول ذات العوائد المرتفعة، ولذلك شاهدنا ارتفاعات في أسواق العائد المرتفع مثل الستاندرد اس ام بي 500 والداو جونز. السبب الرئيسي وراء ذلك هو التوجه وانتقائية المستثمرين لبعض الأسهم، وذلك باستهدافات يعني متوسطة وحتى أحيانا قصيرة الأجل، عوضا عن التوجه نحو ملاذات آمنة مثل السندات المتراجعة العوائد بشكل كبير. وأيضا حول العالم قد وصلت بعض العوائد المهمة جدا إلى المنطقة السلبية، بالتالي الأخبار الإيجابية تعزز الرغبة بالمخاطرة لدى المستثمرين وتعزز الاتجاه العام، ولكن في نفس الوقت نحتاج إلى يعني دورة الأسواق تسبق دوما دورة الاقتصاد، بالتالي دورة الأسواق ممكن أن تبدأ الآن بالارتفاع مرة أخرى، وهذا لا يعني أبدا أن البيانات الاقتصادية ستتحسن ما لم يكن هناك انعكاس حقيقي على تراجع في الحالات واعتمادات بشكل أكبر، وأيضا في نفس الوقت تحسن في بيانات القطاعات الاقتصاد بشكل مضطرد. أعتقد هذا هو السبب الرئيسي، وممكن أن تفسر هذه التحرك نحو البلازما أو حلول لإيجاد كورونا أو لقاحات حتى على أنها أدوات إيجابية تحفز الأسواق للارتفاع على توقع الأحسن أو الأفضل مستقبلا بالنسبة لأداء الاقتصاد ككل. نعم سيد رائد، دعني أستمر معك في فيما يتعلق بالمؤشرات الأمريكية، خصوصا نحن هذا الأسبوع من أبرز البيانات المنتظرة يوم الخميس الجي دي بي أو ناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ما هي التوقعات وكيف سوف تتعامل أو يتعامل معها المستثمرون إلى يوم الخميس؟ يعني أعتقد البيانات التي صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، وخليني أذكر محضر الاجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي كان في الأسبوع الماضي، والذي أظهر بشكل واضح بأن الفيدرالي غير واضح وغير متيقن من ضرورة التوسع في البرنامج التيسير النقدي الذي يتبعه، وبالتالي تم ترجمة ذلك في الأسواق على توقف التوسع في برنامج شراء السندات الضخم الذي يتبعه الفيدرالي الأمريكي. في نفس الوقت يوجد هناك لغط كبير بما يتعلق باتفاق الكونغرس أي التحفيز المالي، على أن يكون هناك حزمة الاتفاق، الحزمة الديمقراطيون يريدون 3 تريليون والجمهوريون يريدون تريليون واحد فقط، وتم تمرير اتفاق ب 25 مليار دولار لخدمات البريد في الولايات المتحدة الأمريكية. النقطة التي نشير إليها هنا أن الاقتصاد الأمريكي مقبل على يعني الضغط أكبر في الفترة القادمة بنتيجة التوقف في عجلة الاقتصاد التي حدثت والتي ترجمتها البيانات الاقتصادية بلا شك، وبالتالي لا نتوقع من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن يترجم إغلاقات، إلا أن يترجم فقدان الوظائف، إلا أن يترجم الأداء السلبي لكثير من القطاعات التي شهدناها، سواء كان في الـ ISM Manufacturing أو سواء كان في قطاعات الـ يعني مؤشرات مديري المشتريات السابقة. كذلك كان لدينا بيانات متراجعة فيما يتعلق بالطلبيات، طلبيات المصانع وما إلى ذلك. هذا الأمر ستترجمه بيانات الناتج المحلي الإجمالي بإمكانية إبقاء على الانكماش لفترة ممتدة أكثر، يعني ممكن أنه أيضا يكون عندي الربع الثالث اللي تصدر بياناته أيضا في وإن كانت قراءة مبدئية ممكن أن تكون في المنطقة السلبية والانكماش. النقطة الأهم من ذلك هي الإجراءات التحفيزية، هل هي سيتم الاتفاق عليها وهل ستكون مستدامة بشكل أكبر؟ هذا ما سوف تطلع عليه الأسواق بشكل أكبر. نعم، أسعار الذهب كانت مستمرة بالتراجع لمدة أسبوعين متتاليين رائد، الآن هل يمكن أن نرى استمرار انسحاب المستثمرين من أصول الملاذات الآمنة كالذهب يمكن بعد هذا الحديث عن العلاج بالبلازما برأيك؟
يعني هذا أحد الأسباب حقيقة وعمليات جني الأرباح التي تحدث إجمالا. يعني من بعض البيانات التي صدرت، بنك كولومبيا المركزي قام ببيع ثلثي مخزونات الذهب التي لديه، وإن كانت حوالي 9 طن تقريبا، وعرضها في الأسواق وتم بيعها. إذن يوجد هناك عمليات جني أرباح من أعلى المستويات أو من قمة الهرم للحائزين أو الممتلكين للذهب، ونحن والاتجاه للأسفل. ولكن في نفس الوقت الذهب كان هو عبارة عن خزان للقيمة في الفترة الماضية بنتيجة عدم وجود أي ملاذ آمن يعني يجنب المستثمرين فقدان أموال، خصوصا أن السندات متراجعة، عوائدها متراجعة، والتضخم وصل في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستويات 1% في حين لعام واحد، في حين العائد على السندات هو 0.12% عندما ارتفع وصل إلى 0.14% لعام واحد أيضا. إذن التضخم سيأكل أي عوائد يتم تحقيقها من السندات، بالتالي المستثمر كان في مرحلة قلق وبالتالي توجه إلى الذهب بشكل كبير. على المدى المتوسط إلى المدى الطويل أتوقع أن ستعود مجددا الرغبة بالاتجاه نحو الذهب، لأنه من الصعب جدا الاعتماد على الأصول ذات العوائد المرتفعة أو أسواق الأسهم أن تحقق لك عائد بشكل دائم. وإن تحققت بعض الطفرات في قطاع التكنولوجيا ارتفاعات حادة لا أتوقع أن تحقق الاستدامة، بالتالي يعود المستثمرين مجددا للبحث عن الذهب، ولكن من مستويات أدنى من التي نوجد عليها حاليا. قد يكون عمليات شراء مرة أخرى من عند 1840-1850 وعودة مجددا إلى مستويات 2060-2070 دولار للأونصة، ومحاولة اختراقها بالاتجاه الصاعد، ذلك على الأقل فنيا المدعوم بالنظرة التحليلية الأساسية كما ذكرنا، اللي هي الضغط الحالي على الذهب قد يسبب تراجعاته إلى ما دون مستويات 1900، ومن ثم يعود الطلب مجددا بنتيجة يعني كورونا ألحقت الكثير من الضرر على معظم الاقتصادات وعلى المستثمرين الذين لا يرغبون بالفقدان أكثر. رائد، فيما يتعلق بالنفط، يعني شهدنا تذبذبات في نطاقات ضيقة خلال الفترة الماضية، هنالك أيضا مخاوف بشأن الطلب العالمي، وأيضا موجة ثانية من كورونا بلا شك تؤثر على نفسيات المستثمرين. متى من المتوقع أن نخرج من هذه التذبذبات في على المدى القصير والمتوسط؟ يعني الوضع على النفط نوعا ما يعني وإن كان سيء فهو مستقر، لأنه نحن عم نتحدث عن كانت هناك توقعات بانخفاض الطلب ليصبح عند مستويات 90 مليون برميل يوميا، إنما يعني تم رفع هذه التوقعات إلى مستويات 94 مليون برميل يوميا، في حين ما كان عليه قبل الأزمة هو 100 مليون برميل يعني يوميا أو 100.1. العملية التي نبحث عنها حاليا هناك التزام بما يتعلق بالمعروض النفطي، هناك تراجع في المعروض النفطي الأمريكي أو الإنتاج الأمريكي، والتزام بنسبة 97% من قبل أوبك بلس كما أعلنت بعمليات التخفيض. إذن الأنظار كلها متجهة إلى التحفز في الطلب، أن يكون هناك ارتفاع في الطلب. هذا الارتفاع مرتبط بشكل أساسي بأن يكون هناك المزيد من الأخبار الإيجابية على تراجع في الإصابات، وأزمة أو الموجة الثانية التي نشهدها حاليا في معظم البلدان من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا هي التي تسبب ضغط أكثر على أسعار النفط في الوقت الحالي. ولكن نعتقد أنه ما يعني التطبيق أكبر للبلازما المرضى المصابين وإعادة استخدامها ووجود لقاحات أكثر، يعني بيانات إيجابية عن اللقاحات بشكل أكثر مع نهاية الربع الرابع، أعتقد سوف يتحفز الطلب بشكل تلقائي مع مزيد من الارتفاعات، وقد ذلك يسبب عودة أسعار النفط مرة أخرى فوق مستويات 50 دولار للبرميل. نشكرك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث بإيكويتي جروب على كل هذه التفاصيل.